ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين في الشكل واللون والجسد. ربنا بيقول في سورة الروم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فالاختلاف ده أمر طبيعي للبشر وسنة من سنن الخلق، وعشان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا وأنعم علينا بنعمة الإيجاد، فكان لازم نعرف إن الواحد فينا مش حر يتصرف في هذا الجسد كيف ما شاء. وعشان كده اهتمت الشريعة الإسلامية بالجسد البشري من وهو في رحم الأم، وجعلت له حقوق وحفظت حرمته حتى عند الوفاة ودفن الجسد في التراب. وهنلاقي عشرات النصوص الإسلامية اللي بتوصينا بالاهتمام بالجسد والحفاظ عليه. فمهم جدا ان الانسان فينا يعرف انه لا يملك الحريه الكامله عشان يعمل في جسده ما يريد. لا، ربنا خلى الاجسام دي وديعه عندنا، فمالك كل شيء على الحقيقه هو الله وحده لا شريك له. قل اللهم مالك الملك. فالجسد امانه وهيسالنا عنها ربنا. قال تعالى في سوره الانبياء: لا يسال عما يفعل وهم يسالون. وفي سوره المؤمنون يقول جل علاه: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم. وعشان كده ليس للانسان الحريه في انهاء حياته في الوقت اللي هو عايزه. القران بيؤكد ده في قوله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. مش بس كده، ده كمان ربنا هيسألنا عن مراحل عمرنا، فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، إلى آخره. ده كمان هنسأل عن إدراكات الحواس بتاعتنا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا إن الاعتداء على الجسد وتغيير خلق الله من عمل الشيطان، فيقول الله جل علاه في سورة النساء: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فالقرآن الكريم بيوضح أن تغيير خلق الله تعالى أمر محرم، لأنه امتثال لأمر الشيطان وولاء له من دون الله، وخسران مبين. لكن مهم جدا أننا نفرق بين التغيير المحرم وبين الأمور الضرورية اللي مش بتدخل تحت موضوع تغيير خلق الله، زي مثلا العمليات اللي بيكون مقصود بها التهذيب أو إعادة الشكل الطبيعي للإنسان. لكن للأسف بقينا بنشوف صور مختلفة ومقززة أحيانا للاعتداء على الجسم الإنساني باسم الحرية. عشان كده حبينا نأكد أن الجسد ملكيته للإنسان مش ملكية منفلتة بدون ضوابط، وإنما هي ملكية مسؤولية، والمسؤولية دي لها توابعها في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا فيما يسمى القصاص على النفس وعلى الجوارح، زي ما ربنا قال في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ومن ضمن الحاجات اللي بنقابلها في بعض المجتمعات نظرا للتوهم الخاطئ أن الإنسان مالك جسمه يتصرف فيه كيف ما شاء، فكرة التحول الجنسي أو تحويل نوع الجنس. ودي من الحاجات اللي صدرتها لنا بعض المجتمعات الغربية، أن الإنسان حر في اختيار نوعه البيولوجي، فلو هو ذكر وعايز يبقى أنثى لمجرد أنه عايز كده مفيش عندهم ما يمنع، ولو هي أنثى وصحت الصبح زهقانة شوية من جنسها وكونها أنثى فقررت تتحول لرجل مفيش ما يمنع عنده. ووفقا لإحصائيات كلية القانون بجامعة كاليفورنيا، يوجد ما يقدر بحوالي 1,600,000 شخص متحول جنسيا تزيد أعمارهم عن 13 عام في الولايات المتحدة. بينما تقدر شركة أبسوس، هي شركة معنية بتسويق البحوث على نطاق واسع، أن 1% من البالغين على مستوى العالم بيعتبروا نفسهم متحولين جنسيا اعتبارا من عام 2023، بل أن 2% بيعتبروا نفسهم غير متوافقين مع الجنس، متغيرين، يعني شيء آخر لا هو ذكر ولا أنثى. وفقا لمركز بيو للأبحاث، فإن عدد الأشخاص اللي بيعتبروا نفسهم علنا متحولين جنسيا أو مثلي الجنس أو مزدوج الميل الجنسي أو مغير الهوية الجنسية باختلاف المسميات بتزيد كل عام، ليصل الأمر إلى أن أكثر من 4 من كل 10، يعني حوالي 44% من البالغين في الولايات المتحدة بيعرفوا شخص متحول جنسيا، وأكثر من 1 من كل 5، يعني حوالي من 22% ل 27%، بيعرفوا شخص بيستخدم ضمائر غير ثنائية بخلاف هو أو هي. يعني أصبح الأمر متزايد جدا خلال السنوات الأخيرة، بل تزايد علني لدرجة أنه أصبح متزايد في أكثر من 30 دولة أخرى.